خلينا نخرج لتقرير هنسمع كابتن ميدو مصلحي وسياده اللواء خالد ابو زينب مدير الفريق قالوا ايه بعد قرعه البطوله وترجعوا لنا مره ثانيه. حاجه مشرفه جدا قرعه او النادي الاهلي عامه مشرف جدا جدا في تنظيمه لكل البطولات. الحمد لله يعني القرعه تعتبر متوازنه جدا لكل الفرق يعني. طلعت معانا اهلي طرابلس فرقه كويسه ومحترمه جدا، هي تقريبا اللي هتنافسنا في المجموعه في الاول، نلعبها تقريبا يوم 2/4. يمكن صعوبتها ان احنا ما عندناش ماتشات ليهم وهم باي اول ماتش، فهي دي بس فانا مش هشوفهم او الفرقه مش هتشوفها غير في الملعب طبعا. فان شاء الله يعني تبقى يعني اتوقع ان احنا وهم ان شاء الله اول وثاني مجموعه باذن الله. اولا احنا لعبنا دورات مجمعه، انا بعاني من الارهاق الشديد جدا للفرق، يعني هي دي بس النقطه الوحيده اللي انا بعاني منها. لعبنا دورات مجمعه ورا بعض، كل اسبوع بنلعب ماتشين ثلاثه كتير، ولعبنا نهائي كاس برضو قبل نهائي ونهائي كاس، وطلعت بعديها على طول معسكر لبولندا. في طبعا ارهاق وفي اصابات عندي، بس الحمد لله رب العالمين الاولاد مصممين ان احنا ان شاء الله نحقق البطوله ال14 للنادي الاهلي، ونقدر نسعد الجمهور طبعا ومجلس الاداره، لان الجمهور هو المحرك الاساسي للفريق. يعني مش عايز اقول لك فعلا على الواتساب وعلى الفيسبوك بيكلمونا قد ايه، بيكلموا اللعيبه قد ايه، لكن انا بحب اقفل الفيسبوك في الاوقات الحرجه عشان اركز تماما. وان شاء الله الاولاد يعملوا بطوله كويسه ونقدر نكون عند حسن الظن يا رب ان شاء الله. انا طلبت تنظيم البطوله من مجلس الاداره، والمجلس ما يعني على طول وافق طبعا، وكلموا مع الاتحاد الافريقي. انا السبب يعني الجمهور بيعمل سحر، الجمهور سحر فعلا، يعني مش عايز اقول لك فعلا، يعني الجمهور اذا تواجد ان شاء الله يعني الماتشات بتبقى في يعني 25% بتبقى سهله. طبعا هو احنا كنا احنا حضرتك عارفين ان هم 20 فرقه، فوجئنا ان في فرقتين اختاروا ان هم جايين من امبارح، بقى دلوقتي 22 فريق، تعتبر اقوى من السنه اللي فاتت كتير. تمام، اربع فرق من ليبيا ودي جديده برضو علينا. تاني حاجه فرقه سموحه فرقه قويه جدا. تمام، وطبعا كان ليها في الدوري سبق مع الزمالك في كذا مباراه، فطبعا لا يستهان بيها. بالنسبه للقرعه احنا طبعا معانا فرقه من ليبيا اهلي طرابلس، طبعا انا اعتقد ان احنا يعني باذن الله ربنا هيكرمنا باول وهم هيبقوا التاني، وخاصه ان هم هنيجي معاهم في تاني ماتش، يعني تاني ماتش هيبقى معاهم. الحمد لله احنا عملنا معسكر ناجح في بولندا، لسه جايين اول امبارح، لعيبه بالجهاز كله ومعنويات مرتفعه جدا. النادي الاهلي بقياده المدرب رئيس مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، الراجل الخلوق المحترم، ما قصرش لا هو ولا مجلس ادارته في الوقوف جنب الفريق ودعمه المستمر، وطبعا كل اعضاء مجلس اداره والاستاذ العمري فاروق وكل اعضاء نائب رئيس النادي، كل الناس حضرتك بتسال علينا مطمئنين علينا، وباذن الله احنا بنطمن الناس الحمد لله ما فيش اصابات، ان احنا باذن الله قادمين لخطوه كاس افريقيا. تمام، طبعا موضوع البنات رفع روحنا المعنويه، فيعني انا بطمن الناس ان الناس كلها متحفزه ومتشوقه ان هي تحصل على البطوله دي، وخاصه باذن الله على ارض مصر، تسعد جماهير النادي الاهلي، تسعد مجلس اداره النادي الاهلي، تسعد كل الناس في النادي الاهلي بحصولهم على النجمه ال14 بمشيئه الله باذن الله.